من يومين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وقع 7 مذكرات جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع 7 شركات وتحالفات عالمية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الهيدروجين الأخضر. ما هو الهيدروجين الأخضر؟ إزاي بيتم تصنيعه؟ وهنستخدمه في إيه؟ وهل بالفعل مصر قادرة على أنها تكون مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر؟ كل هذه التفاصيل هنعرفها من الدكتور ثروت راغب أستاذ هندسة البترول والطاقة. صباح الخير عليك دكتور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. أهلا بيك. في البداية عايزين نوضح للسادة المشاهدين إيه هو الهيدروجين الأخضر؟ تمام. طبعا في الاونه المؤخره العالم كله بدا يتكلم عن الهيدروجين الاخضر، وعشان طبعا يعتبر من مصادر الطاقه النظيفه. بكل بساطه كده، الهيدروجين الاخضر هو بيتسمى اخضر على اساس ان هما الطاقه الكهربائيه اللي بتحلل الميه جايه من الايه الطاقه المتجدده زي السولار بانل انرجي او طاقه الرياح وخلافه. بمنتهى البساطه باخد الميه بحلل تحليل كهربائي. انت عارفين ان الميه الكيميكال كومبوزيشن بتاعها H2O، يعني هيدروجين واكسجين. بعمل عمليه تحليل كهربائي لهذه المياه، بفصل الهيدروجين لوحده والاكسجين لوحده، وبالتالي باخد الهيدروجين بعد كده بستخدمه بقى، بعمل له عمليه تسهيل او خلافه. الاكسجين بيطير في الجو. لا، ممكن بعد كده باخده بقى عشان ده اللي انا عايزه. ممكن بعمله مثلا بضغطه ببريشر بيتحول لسائل وخلافه، بس ده المنتج بتاعي في الاخر خالص هو الهيدروجين. بعد كده بستخدمه في وقود السيارات، بستخدمه مثلا في التسخين، في اي نوع من انواع الايه انتاج الطاقه الحراريه وخلافه. ولكن هو ده في الاخر خالص ان انا ما بحتاجش خالص الوقود الاحفوري كمثلا غاز ناتشورال غاز او خلافه ان انا احصل عليه، مش علاقه بيه تماما. اللي احنا بناخد من الهيدروجين اللي طلع من الوقود الاحفوري اللي هو الغاز ده بيسموه الهيدروجين الازرق، تمام، الازرق يعني، تمام، اللي هو البلو هيدروجين. فده بمنتهى البساطه كده ان انا باخد الميه بعمليه تحليل كهربائي. طب طاقه الكهرباء دي لمين؟ بيجي عن طريق الطاقه النظيفه، عشان كده اسمه جرين، ما فيش خالص له اي نوع تلوث بيه ولا بيطلع فيه ثاني اكسيد الكربون وخلافه. ولكن الهيدروجين الازرق ده لما بيطلع من الناتشورال جاز او الغاز الطبيعي بيطلع معاه ثاني اكسيد الكربون، بس احنا برضه بناخده بنفصله بحاجه اسمها سي سي اس اللي هو الكابشر كربون ستورج، بشيله مثلا وباخده برضك بحوله عشان يبقى هيدروجين صافي. ولكن طبعا الهيدروجين الاخضر هو ده الترند، او هو ده العالم كله بيطلع عليه، عشان العالم كله بيحاول يحجم موضوع التلوث البيئي بثاني اكسيد الكربون اللي طالع من الوقود الاحفوري على مستوى العالم. لان احنا بنشوف دلوقتي طبعا عارفين ان مصر ان شاء الله تستضيف كوب 27 في شرم الشيخ، وكان قبل كده في جلاسكو في يوكي، على اساس ان احنا عايزين نقلل الذرات الاحتباس الحراري والتقليل من ثاني اكسيد الكربون. فالترند العالمي دلوقتي هو موضوع الحصول على الهيدروجين واستخدامه في متوطدات الكهرباء او في عمليه السيارات مكان الغاز، عشان نحجم موضوع الاحتباس الحراري وثاني اكسيد الكربون العالمي. هل يعد انتاج الهيدروجين الاخضر مكلف؟ طبعا المشكله الوحيده دلوقتي اللي العالم كله بيعاني منها هي موضوع التكلفه. موضوع التكلفه اللي انا احصل على الطاقه الكهربائيه، فزي ما قلت لحضرتك ان احنا بنحصل عليه من الطاقه اللي هي النظيفه اللي هي السولار بانل، وبالتالي المحتويات المكونات اللي هي موضوع الكهرباء من الطاقه الشمسيه مكلفه جدا، لان احنا بنجيب خلايا من خلايا الكهرباء، ودي طبعا بيجي تصنيعها من الخارج وخلافه، ما عندناش تصنيع مؤقت في هذه الاشياء، وبالتالي ده عشان اجيبه من بره مكلف جدا، والخامات نفسها بتاعتها والمكونات بتاعتها بتبقى عاليه جدا. مكلف لو بس هستخدم السولار بانلز او يعني الطاقه الشمسيه، لكن لو استخدمت الكهرباء اقل تكلفه، صح؟ الكهرباء معناها مثلا لو استخدم طاقه رياح، لان اللي اسمه جرين هيدروجين لازم استخدم حاجه نظيفه. فايه اللي في الجرين عندي؟ في عندي الطاقه النوويه، في عندي طاقه الرياح، في عندي السولار بانل دول، تمام. لازم الناس تعرفه برضو، لو انا هستخدم الطاقه النوويه في عمليه الحصول على الطاقه الكهربائيه لتحليل المياه بيسمونها في الحديث اسمه اللي هو الهيدروجين الاصفر، مش الهيدروجين الاخضر، تمام. برضو الناس بتعرف ايه الفرق ما بين الهيدروجين الاخضر، وفي حاجه اسمها الهيدروجين الازرق، وفي حاجه اسمها الهيدروجين الاصفر، وفي عندنا الهيدروجين الاسود كمان اللي هو بيستخدموا الفحم فيه عشان يحولوه طاقه كهربائيه حلوه، فاهم. فطبعا كلام حضرتك صحيح، ده مكلف جدا، لانه طبعا الخامات اللي بنحصل عليها عشان نجيب السولار بانل دي مكلفه جدا، وان شاء الله يبقى في تقدم فيها قدام. كل ما الحاجه تتقدم والماتيريال تتوفر يكون في عندي تقليل للتكلفه، وبالتالي هتبقى اسهل في عمليه الحصول على الكهرباء اللي بنستخدمه في تحليل الميه. عظيم. دكتور حضرتك شايف ازاي اهتمام مصر بهذا الملف وتحديدا انتاج الهيدروجين الاخضر في مصر؟ تمام. احنا بنتكلم دلوقتي في توقيع 7 اتفاقيات مع تحالفات عالمية. الشهر اللي فات كان في توقيع برضو اتفاقيات مع الهند ب 8 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ده حقيقي. طبعا سيادة الرئيس بصراحة يعني بيشوف ايه الترند العالمي وتنوع الطاقة اللي احنا عايزين نعمله في الآخر، وبنحاول يعمله كمشروع وطني للدولة. احنا مشروع وطني للدولة ان احنا عايزين نوطن صناعة
وتصدير ونكون بعمليه تصدير كمان ونبقى مركز عالمي للطاقه في موضوع الهيدروجين الاخضر. دلوقتي طبعا مركز عالمي للطاقه في الغاز طبعا عملنا اكتفاء غاز من 2018 انتجنا 7.2 بدانا نصدر شحنات رهيبه جدا للاتحاد الاوروبي تمام عندنا دخل كويس جدا موضوع الغاز. طيب ايه تاني دلوقتي عايزين نشوف طاقه متجدده اخرى نوطنها في الدوله فهو طبعا اللي هو ايه عمل مبادرات كثيره جدا اللي هو التحضير الاخضر وعندنا طبعا موضوع الحصول على الهيدروجين في بعمليه الايه كهيدروجين كجرين هيدروجين عشان ابدا وطن الصناعه ديت فيه. اعمل الكلام ده بيه بعمل اتفاقيات كبيره جدا مع البلاد مين اللي كويس في هذه الاشياء على مستوى العالم في عندنا فرنسا في عندنا الهند في عندنا الامارات على فكره السعوديه يعتبر من الاولى عربيا في انتاج الهيدروجين الاخضر يعني الصناعه دي متوطنه فيها اوريدي بالفعل وتصدر كميات رهيبه منه تمام وعندنا في المغرب وعندنا في تونس واحنا مصر عشان كده احنا 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 بقى لنا رانكينج عالمي في تصدير الغاز عالميا تمام ليه ما يكونش رانكينج عالمي وترتيب عالمي في انتاج الهيدروجين الاخضر وبالتالي عملنا 7 اتفاقيات مع بلاد اخرى الهند وفرنسا وانجلترا والامارات والسعوديه بحيث ان احنا نكون بعمليه توطين هذه الصناعه واحنا عندنا الحمد لله عندنا مساحات رهيبه جدا في منطقه الاقتصاديه في قناه السويس بدا يبقى في اتفاقيات وعندنا الاماكن المهيئه لهذا عندنا طاقه كهربائيه عندنا طاقه عندنا اكبر طاقه شمسيه على مستوى العالم في قاره بنبان ده معناه ان احنا عندنا طاقه شمسيه رهيبه وبالتالي لازم نستغل كل هذه الطاقه ان احنا نستخدمها في التحول الكهربائي فاحنا عندنا كل المقومات اللي هي تحفز مصر انها تكون كمركز اقليمي لصناعه الهيدروجين وتوطينه وتصديره كما بنكون بتصدير الغاز وده طبعا كويس جدا يحسب للدوله. هل معنى الكلام ده ان الهيدروجين الاخضر ده هي دي الطاقه اللي العالم كله متجه ليها في المستقبل؟ تمام الترند العالمي 2050 هيكون من انتاج الطاقه العالمي حوالي 25% من الطاقه العالميه من الهيدروجين الاخضر والنتيجه والتجاره العالميه بتاعته خلال هذه الفتره تبقى 770 مليار دولار كقيمه تسويقيه وقيمه تجاريه لهذا الكلام فالعالم كله بيتجه اليه لان هو ده الترند العالمي احنا قلنا ان الوقود الاحفوري في يوم من الايام هينضب سواء كان غاز او سواء كان اويل او خلافه ولكن الطاقه المتجدده اللي هي موجوده على طول من الطاقه الشمسيه ومن السولار بانل والحاجات دي كلها موجوده عندنا شمس الليل نهار موجوده في جميع انحاء العالم للاسف دلوقتي بتلاقي فيه حراره رهيبه والعالم كل 100 سنه بيزداد درجتين حراره على المستوى النورمال بتاعه ده طبعا نتيجه الاحتباس الحراري والجلوبال وورمنج دي وبالتالي ده طبعا ده بيأثر على هذه الاشياء. طيب اهميه وجود هذه المشروعات في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس. تمام طبعا احنا زي ما قلت لحضرتك عندنا مقومات من ضمنها المنطقه الصناعيه وديت اللي جذبت كثير من المستثمرين تمام وبالتالي ده هيؤدي الى وجود مصانع كثيره بالاتفاقيات اللي تمت مع 7 دول دول وتقوم بانشاء مصانع تمام في تسهيلات كثيره جدا الدوله بدات تعملها في موضوع هذه التصنيع مثلا التحفيز الضريبي وخلافه عشان تجذب ناس مستثمرين لما المصانع تتم هيبقى في ايده عامله شغاله اثناء عمليه انشاء المصانع وبعد كده عماله دايمه اثناء عمليه الانتاج وخلافه. الناس لازم تعرف برضو ان الهيدروجين الاخضر كهيدروجين وقود وبينتج برضك امونيا واسمده طبعا ده مهم جدا ومصر برضك بتحاول انها تكون الليدر في موضوع الاشياء الاسمده والتصدير العالمي فده طبعا هيؤدي الى وجود دخل زياده للدوله من هذه الاشياء والهيدروجين الاخضر واللي الدوله بتتطلعه عايزين نوطن صناعه عايزين نجيب دخل عايزين نزود الاحتياطات الدولاري لمصر عايزين نبدا نصدر وبالتالي مصر عندها كل المقومات انها تكون بعمليه الحصول ده وان شاء الله في اوقات قريبه جدا يبدا الانتاج ده وطبعا احنا عندنا شركات زي شركه ان الايطاليه عملت بالفعل توامه مع مصر عشان تكون بعمليه الدراسات لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر ودي شركات من الشركات الضخمه اللي هي قامت بعمليه اكتشاف حقل ذره في مصر وانتاجه وده طبعا شيء كويس جدا يحسب ليه الدولة انها بتفكر في هذا الترند العالمي. طيب دكتور حضرتك دلوقتي ذكرت مجموعة من الدول هي متفوقة في هذا المجال وعربيا هي المملكة العربية السعودية هي الأولى عربيا. كيف سينظر العالم لمصر وشافه بيخطو هذه الخطوات؟ طبعا العالم طبعا دلوقتي على فكرة بيبص لمصر بطريقة مختلفة تماما لأن احنا عندنا السبق العالمي في إنتاج الغاز. واحنا دلوقتي مركز إقليمي للطاقة لإنتاج الغاز. لو تلاحظ إن حقل ظهر كمثل ان هو المفروض يبدا انتاجه من استكشافه حوالي 5 سنين، احنا عملناه في 28 شهر، العالم كله بيدرس هذه المنظومه في كيفيه الانتاج من هذا الحقل، فمصر لها سبق في كل شيء، اللي عايزك تعمله بتعمله بالتخطيط المنظم وبتعمله في وقت قياسي، فطبعا العالم كله ما عندوش ادنى شك ان مصر هتقود هذه الصناعه في وقت قريب جدا، وبناء عليه جذبت مستثمرين اجانب كفرنسا وبريطانيا
والمانيا وخلافه من الدول الاخرى والهند وخلافه انها تيجي تعمل استثمار في مصر. فعلا من جانب كده ان مصر يعتبر من اكثر اماكن امانا على مستوى العالم في هذه اللحظه. وبالتاكيد كمان يا فندم المجال مفتوح لرجال اعمال المصريين لو عايزين يدخلوا في هذا ده طبعا ده شيء ملف. وارد جدا. الدوله بتشجع كل رجال الصناعه ورجال رجال الاعمال المصريين بدليل انها شركات أوراسكو مخلفة وشركات داخلة في هذه القطاعات مخلفة. فمن ضمن رجال الأعمال أنها تشجع العنصر المصري إذا كان يريد أن يقوم في هذا القطاع، بالعكس بتدي له تسهيلات أكتر وفاسيلتيز بحيث أن هو يبدأ يقوم بالخوض في هذه الصناعة، لأنها صناعة مضمونة جدا والعالم كله بيؤدي بيعايز يخش في هذه الصناعه عشان التلوث العالمي. فده ده شيء طبعا مفروغ منه وهو ده الترند العالمي في هذا انه تنوع الطاقه وحصوله من مصادر اخرى ومن اهمها الهيدروجين الاخضر. احنا بنتكلم على شركات عالميه يعني هتقوم بمشاريع الهيدروجين الاخضر على اراضي مصريه، بنتكلم شركات هنديه وامريكيه وكمان اماراتيه وغيره. موجب التعاون والشراكات دي ايه دلالتها؟ دليلتها طبعا ان العالم ده زي ما قلت لحضرتك ان هو اي مستثمر اجنبي عايز يجي يستثمر في مشروع معين كان لازم يعرف انه يبقى فيه ربحيه معينه. الدوله بتدي له ارض، بتدي له فاسيلتيز، لو في مثلا تاكسس او ضرايب بتدي له تحفيز ضريبي، تمام؟ بيبقى فيه طبعا تسهيلات من الدوله في موضوع التصريح، يعني هو بيدي له تصريح واحد دلوقتي بقى اللي هو بحيث ان هو يعمل كل الاجراءات ويسهل له كل هذه الاجراءات. وده طبعا عشان نسرع من وتيره الانتاج وانشاء هذه المصانع. ايام زمان كان عشان تفشي مصنع عايز بقى زيارات وعايز ورق كتير وعايز تصريح، والدوله دلوقتي سهلت هذه الموضوع كلها الكترونيا بحيث انها تساعده في موضوع رئيس الوزراء نفسه بيقعد مع الناس بنفسه ياخد منهم التداول، تمام؟ وحتى من امر ان سياده الرئيس نفسه يقعد مع الناس بيقعد مع الناس بحيث انه هو يجذب الاستثمارات بطريقه سريعه وبطريقه تسهيليه بحيث ان هو يفيد الشريك الاجنبي ويفيد الشعب المصري من ناحيه اقتصاديا وعماله ويخلفه من هذه الاشياء. فده طبعا ده كويس جدا ان الدوله متفاهمه طبيعه ومدى فوائد هذا المشروع وبنى عليه، قامت بعمل 7 اتفاقيات في نفس الوقت مش اتفاقيه واحده او اتنين، لان العالم كله لو هو مش عارف ان الموضوع ده فيري بروتفول وفي عمليه ربحيه كبيره عليه، تمام؟ مش هيبدا يجي يجلس مع رئيس الوزراء ويبدا يطلب ان هو يقوم بعمليه الخوض في عمليه هذا. ولو مش عارف ان في بنيه تحتيه كمان قويه وتقدر ان هي تقوم بهذه المشروعات. الجميل كمان في الموضوع يا دكتور ان احنا واحنا بنخطط لعمل هذا المشروع وانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر فاحنا حاطين ان احنا نكون مركز اقليمي، يعني بالزبط. حاطين في حسباننا ان احنا هنصدر مش هنكتفي حتى بالانتاج المحلي او ان احنا نحقق الاكتفاء الذاتي منه. ده حقيقي جدا زي ما قلت لحضرتك ان مصر دايما لما بتبدا في حاجه معينه عايزه تكون المركز الاقليمي للطاقه عموما. في هذا الكلام احنا مركز اقليمي للطاقه في موضوع الغاز، انشانا منتدى شرق المتوسط اللي هو يعتبر الليدر او الاوبك بالنسبه للغاز لدول اخرى عشان تقوم بعمليه الاشتراك فيه، وبالتالي ده ادى الى عمليه سبق مصر في هذه الاشياء في موضوع ده. وبالتالي طبعا ده احنا عندنا طبعا دلوقتي بنصدر كهرباء للخارج، عندنا بنصدر غاز للخارج دلوقتي ان شاء الله رب العالمين. البترول ما بنصدرش، بنستورد 30% ولكن على 2023 بنهايته هنبدا نعمل اكتفاء ذاتي للبترول، نوصل 700,000 برميل في اليوم، وبالتالي يحصل فعلا اكتفاء ذاتي. وبنى عليه لما يدخل ان شاء الله الهيدروجين الاخضر الدوله انها طبعا تتطلع انها تقوم في مركز اقليمي للطاقه بكل المقاييس، سواء كان هيدروجين سواء كان غاز سواء كان اويل سواء كان كهرباء. وده طبعا عندنا كل المقويات اللي تحفزنا على هذه الاشياء، وده ان شاء الله يتم في القريب العاجل. احنا بنتكلم على شراكات متعدده مع دول مختلفه، ده معناه اتاحه فرص عمل مختلفه للمصريين. المجالات بقى اللي هتكون مطلوب العمل فيها ايه هي؟ والله المجالات ممكن ايه عشان تكون بعمل مصنع للهيدروجين او لهذه الكلام محتاج طبعا مهندسين كهرباء، محتاج مهندسين ميكانيكا، محتاج كيميائيين، محتاج طبعا كل الناس اللي هي في عندنا حاجه اسمها الميكاترونكس دي برضه يحتاجوا فيها عشان السولار بانلز وموضوع الكنترول روم. والعماله بقى ايه يا دكتور؟ العماله لو اي حد طبعا حتى مش متعلم بيبدا مثلا من اول، مثلا لو هو مؤهل متوسط يبدا يكون بعمليه الايه الاوبريترز في هذه الاشياء. ولكن الدوله زي ما قلت لحضرتك هيبقى في متوفر فرص عمل اثناء عمليه الانشاءات. لو انا بنشا مصنع معين انا محتاج ناس طبعا بقى بنيين وخلاف و و و و العماله العاديه اللي هي الايه الموجوده عندنا، ولكن بعد كده العماله المستدامه اللي هي التشغيل بقى مؤهله
العماله اللي هتقوم بالتشغيل. العماله اللي هتقوم حضرتك طبعا اكيد هيحتاجوا مهندسين كهرباء، مهندسين ميكانيكا، ميكاترونكس، كيميكال انجينيرز، ليه كل ده طبعا باور ستيشنز، كل ده طبعا ايه هيحتاجوا كل هذه النوعيه من المهندسين. مهندسين بترول طبعا برضه، مهندسين بترول بيكونوا موجودين برضه موجودين عندنا. فكل ده طبعا هتفتح فرص عمل لهذه المجالات وفرص كتيره جدا، لان احنا عندنا بنتكلم عن مشاريع ضخمه بمليارات، ومش عندنا مثلا شركه واحده تكون مصنع، عندنا مصانع متنوعه، ومش انتاج هيدروجين لا، انتاج امونيا وانتاج اسمده، وبالتالي ده هيوفر عماله كبيره جدا وعمله صعبه للدوله في المستقبل. عظيم، ده هيخلينا كمان نحتاج ان احنا نزود من انتاج الطاقه المتجدده. تمام. لان هي الاساس، فده معناه ان احنا برضو هنتوسع في انشاء المحطات لانشاء الكهرباء بالطاقه الجديده والمتجدده سواء الرياح او الطاقه الشمسيه، ده معناه ان احنا هنحتاج برضو ناس تقوم على عمليه التشغيل. ده اساسي. كل ما يكون في لو انت انشات اي مصنع من اي نوع، حتى سيبك موضوع الهيدروجين او المصنع ده محتاج عماله، محتاج ناس اثناء عمليه التشغيل، اثناء عمليه الانشاء واثناء عمليه التشغيل. تمام. فده طبعا كل ما، وده طبعا ده اول بكوره لموضوع المشاريع في مصر. طبعا اول ما يبدا هذه الانتاج ويبدا عمليه الانتاج والتصدير، هتلاقي في شركات كثيره ضخمه عايزه تخش. احنا ما بدانا حقل ظهر مثلا كبترول، ما كانش الا في شركه ان الايطاليه هي اللي بتبدا، لان دخل عندنا اكسن موبيل، دخل عندنا تشيفرون، اول مره يخشوا في مصر كاوبريتورز، وده جذب العالم كله كمستثمر. نفس الكلام في الهيدروجين، اول ما العالم يبدا يعرف ان احنا خلاص بدانا عمليه انتاج، الناس لازم تعرفوا ان الهيدروجين ده هتبقى في عندنا محطات هيدروجين بالوقود للسيارات. انت عندك دلوقتي في وقود زي مثلا ايه، بنزين وسولار وجاز طبيعي. في بعدك عندنا بعدك محطات للهيدروجين، العربيه تخش تشحن هيدروجين تمام وتتحرك العربيه، وبالتالي ده والسعوديه فيها كده والامارات ده الكلام ده من زمان، مش حاجه جديده يعني. وبالتالي انت ماشي في جرين لاند، جرين ارياز، ما فيش عندك ثاني اكسيد الكربون تلوث بيه للدوله، وبالتالي ده اللي الدوله بتهدف اليه، ان الانسان يعيش حياه كريمه وبدون امراض، بدون تغير بيئي للموجود حوالينا نتيجه ثاني اكسيد الكربون. هو ده الترند العالمي. على كل حال الدوله بتولي اهتمام كبير قوي لملف الطاقه وملف المناخ، واللي في الحقيقه ابتدت بالفعل تاخد فيه خطوات استباقيه ومهمه جدا. كل الشكر ليك دكتور ثروت راغب، استاذ الهندسه هندسه الطاقه والبترول، نورتنا النهارده وشرحت لنا حاجات كثيره قوي كنا عايزين نعرفها اكتر من حضرتك. شكرا جزيلا.